بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي افتتح به المصنف رحمه الله كتاب الخراج والفيء والإمارة حديث عظيم، حديث يدل على شمول المسؤولية لكل أفراد المجتمع المسلم. كلكم راع، يعني كل واحد منكم له حظ من هذه الرعاية ومن هذه المسؤولية، وكونها مسؤولية وكونها رعاية يعني أن صاحبها مؤتمن عليها، ويعني أنه مسؤول عنها، كما جاء في نهاية الحديث: كلكم راع وكلكم في بداية الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عما استرعاه الله سبحانه وتعالى. مسؤول عن ماذا؟ هل حفظ؟ هل قام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الولاية، كبيرة كانت أو صغيرة؟ هل أدى حقها مبتغياً بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، أم ضيع وفرط وقصر؟ كل هذا سيحاسب عليه في يوم القيامة، لأن الحساب والمسؤولية والجزاء إنما هو في يوم القيامة. وهذا الحديث أيها الإخوة كما ترون يبتدئ بأعلى المسؤوليات، هذه بأعلى أنواع الولايات. الإمام راع، الإمام راع على هذه الرعية، كونه راعيا عليها أن الله سبحانه وتعالى جعله في هذا المقام ليتنبه لشؤون هذه الأمة، لشؤون من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم. الإمام ليس ملكاً، والإمام لم يأتي من كوكب آخر، وإنما هو من بينهم، هو واحد منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في عنقه هذه المسؤولية، هذه الأمانة. الإمام راع، راع على ماذا؟ على هذه الرعية، يتفقد شؤونها، يسوسها بالعدل، يقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيهم، يقيم الحدود ويأمر بالصلوات وينهى عن المنكر
ويولي الولايات الصغيرة يوليها من يصلح لها، هذه كلها مسؤوليته، وهي مسؤوليات عظيمة أيها الإخوة. الإنسان إذا تفكر في مسؤولية إمام المسلمين لا يجد إلا أن يقول الدعاء الذي شرع أن يدعو لهذا الإمام، لأن هذه مسؤوليات، أحمال، أثقال قد يعجز عنها كثير من الناس، فمن والله الله سبحانه وتعالى على شيء من ذلك استرعاه عليه، يعني استحفظه عليه وسيسأله عنه. فإن وفى، إذا وفى الإمام بحق الله سبحانه وتعالى عليه فأجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، لأنه هو الذي يدل الناس على الخير، هو الذي يعصمهم من الشر، هو الذي يقيم العدل بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: كل يوم تطلع فيه الشمس كل سلامة من الناس عليه صدقة. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتعدل بين اثنين صدقة. يعني هذا إذا كان العدل بين اثنين تداعيا أو تراضيا على أن يكون أحد الناس حكما بينهم، فكيف بالإمام الذي يقيم العدل، يسعى لإقامة العدل بين أفراد من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم؟ هذا أجر عظيم، أجر عظيم. كل عمل صالح تحتاج له الأمة ويقوم به هذا الإمام ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره به عند الله سبحانه وتعالى. والذي يضيع والذي يفرط والذي يجور هو الذي يتحمل تبعته في يوم القيامة. والرجل راع على أهل بيته، الرجل مسؤول، هذه الولاية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للرجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه هكذا تعطى مجانا؟ لا، هذه في مقابل مسؤولية عظيمة تتعلق برقبة هذا الرجل أمام زوجه أن يحافظ عليها، أمام زوجه أن يعاملها بالمعروف، أمام زوجه أن يقوم بحقوقها، أمام زوجه أن يحرص على إقامتها لشرع الله. لو رأى منها مخالفة شرعية، لو رأى منها تقصيرا، لو رأى منها جهلا، عليه أن يسعى لسد ذلك. من المسؤول عن البيت؟ من المسؤول عن الأسرة؟ هو المسؤول. والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. كونه مسؤولا هذا هو جانب الحساب والجزاء الذي يجب أن يتنبه له، لكن إن أدى ما عليه فإنه قد فك عنقه من هذه المسؤولية أولا، واكتسب الأجر، اكتسب الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قام بشأن هذه الأسرة. مسؤولية الأسرة أيها الإخوة مسؤولية عظيمة، وهي مسؤولية شرعية، وهي ولاية شرعية، ولاية شرعية. ليست المسألة مجرد أن الإنسان يعقد على امرأة ويدخلها بيته وقد يستطيع أن يجهز البيت وأن يرتبه، هذا أمر لا بد منه، لكن المسؤولية لا تنتهي عند هذا، بل المسؤولية مستمرة ما دام الرجل حيا وما دامت هذه المسؤولية الأسرة موجودة. مسؤول عن رعيته، هذه مسؤوليته عن زوجه، مسؤوليته عن أولاده في تربيتهم، في تنشئتهم، في رعايتهم، في العمل بما يصلحهم، في كفهم عما يضرهم، هذه كلها مسؤولية. لكن أيها الإخوة، لا ينبغي أن يفهم من ذلك
أن الإنسان لا بد له أن يصل بأهله وأولاده إلى مرتبة الصلاح والتقى، هذا أمر مطلوب عليه أن يسعى له، لكنه قد يبذل جهده ولا يتحقق له مراده، قد يبذل ما في وسعه ويحرص ولكن لا يتحقق له مراده. هنا هو معذور من ناحية الشرع، أدى ما عليه. متى يحاسب على تفريطه؟ إذا لم يؤدي شيئا، إذا لم يهتم، ترك الأسرة، ترك الأولاد، لا يسأل عنهم، لا يهتم لتربيتهم، يتركهم يصاحبون من يشاء من يشاءون، حتى خرجوا بعد ذلك فسدة كسد والعياذ بالله، هو مسؤول عنهم. لكن إذا بذل قصارى جهده وحرص وابتغى أن يكونوا على مستوى الصلاح والاستقامة فلم يحصل له ذلك، فإنه لا حرج عليه ولا يؤاخذ. وهذا نبي الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام. نوح من أولي العزم، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما قال الله تبارك وتعالى عنه، وهذه مدة عظيمة لم تتهيأ لغيره. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الله وإلى التوحيد وإلى طاعة ربهم، لكنهم لم يستجيبوا. ابنه أحد هؤلاء الأشقياء الذين لم يستجيبوا له، وهو قد نشأ في بيت النبوة ووالده يتعاهده بالتربية والنصح، ولكنه كان قد كتب عليه الشقاء والعياذ بالله. كما تعلمون عندما صنع السفينة بأمر الله وأمره الله أن يركب فيها ويركب معه أهله والمؤمنين معه، وأن يركب فيها من كل زوجين 2، دعا ابنه إلى آخر لحظة وهو يدعوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذه العبارة الرقيقة التي هي غاية التودد: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من هم الذين رحمهم الله؟ هم من آمنوا وركبوا مع نوح في السفينة. هذا نوح. هل نستطيع أن نكون أفضل أو أكمل من أنبياء الله ومن هذا العبد الصالح والنبي المكرم الذي بقي هذه أتيح له من العمر ما لم يتح لغيره، 1000 سنة وهو يدعو إلا 50 عاما؟ أين نكون نحن في هذا السياق؟ لا شيء. لكن مع ذلك لم يتهيأ له أن يكون ابنه من الصالحين، ولكن الله لم يؤاخذه لأنه قد بذل كل ما في وسعه. والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، يعني حتى المرأة عليها مسؤولية، وهذا يدل على شمول المسؤولية للذكر والأنثى في الإسلام، والمسؤولية فردية، كل واحد مسؤول عن نفسه وعما ولاه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا يدلك على أن المرأة لها مكانة في هذا الدين، لها مكانة في أن لها من الحقوق مثل ما عليها، في أنه يجب أن يعاملها الزوج بالمعروف، في أنها مسؤولة. ألا تسمى عندنا وفي ديننا وفي لغتنا المرأة ربة المنزل، سيدة، يعني المرأة سيدة المنزل. نعم الرجل هو الولي والرجل هو مسؤول الأسرة ويخرج، لكن هي إدارة الأسرة من الداخل، إدارة المنزل بيدها. لذلك حتى هذا التعبير الجميل ربة المنزل، ربة المنزل، هذا تكريم لها، كما أنها تتعب وتتحمل وتؤجر على هذا إن صبرت واحتسبت، كذلك الرجل في الخارج يتحمل ويصبر، فالمسؤولية مشتركة. ما هي حدود مسؤولية هذه المرأة؟ مسؤوليتها عن البيت، مسؤولية عن بيت زوجها، هذه راعية على بيت زوجها ومسؤولة. ماذا في البيت؟ ماذا في البيت حتى تكون المرأة مسؤولة عنه؟ البيت ما فيه من المال
من الأثاث من الحاجات الخاصة بالزوج، كذلك عن الأولاد فترة غياب الوالد القيام بما يصلحهم الاعتناء بهم، هذه المدة الطويلة التي يمكثونها معهم ربما ترى منهم أشياء قد تستعين بأبيهم وتتشاور معه في إصلاحها، هي مسؤولة، مسؤولة أيضا عن ضيوف زوجها، عن ضيوف زوجها. دعوكم من هذه الدعاوى الآن التي تنشر هنا وهنالك تدعو إلى تحرير المرأة وإلى استقلاليتها وإلى 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 رفع الظلم عنها وإلى مساواتها بالرجل، هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع في الواقع. ويوم أن تتفاصل المسؤوليات ويظل كل واحد مسؤوليته عن نفسه ولا اهتمام له بشيء آخر، فإن الحياة ستتدمر وتخرب ولا يبقى هناك تعاون ولا تآزر. لا بد أن يكون بين الرجل وبين زوجه هذا التعاون الوثيق المترابط، لأن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع. إذا صلحت الأسرة، أسرة وأسرة وأسرة، صلح المجتمع كله، لأن المجتمع هو عبارة عن أسر متعددة. فلذلك مسؤولية المرأة مسؤولية عظيمة، أن تكون هي المسؤولية عن إدارة شؤون البيت، عن الأولاد، عن أسرار زوجها، عن حاجاته، عن ماله، عن ضيوفه، عن خدمه، هي مسؤولة. طيب، وانتهى الأمر إلى هنا في المسؤوليات؟ لا، حتى الخادم، حتى الخادم، الخادم هذا هو أقل الفئات مسؤولية في نظر الناس، لأنه إما أن يكون عبداً رقيقاً مملوكاً لسيده، وإما أن يكون مؤتمناً على هذا مستأجراً لأداء هذا العمل. خادم أقل المهن، هذا مسؤول، مسؤول عن مال صاحب هذا المال، إن كان عبداً فهو مسؤول عن مال سيده، وإن كان مستأجراً فهو مسؤول عن مال من استأجره، مسؤولية. طيب، إذا كانت هذه الأمور بهذه المثابة، الآن جئنا من الأعلى إلى الأدنى، الأدنى هذا هو الخادم، فما بالك بمسؤوليات أخرى متشعبة في داخل هذا الكيان، في داخل هذا المجتمع، في داخل هذا المجتمع مسؤوليات كثيرة، مسؤوليات متفرعة عن مسؤولية ولي الأمر، القضاء والمديرين والمسؤولين والمشرفين، كل واحد عليه كفل من المسؤولية التي وكلت إليه. لو أن كل واحد استشعر هذا المعنى وقام بما وجب عليه تجاه هذه المسؤولية، هل ستبقى ثغرات تحتاج إلى سد في المجتمع؟ هل سيظل المجتمع متخلخلاً متفككاً؟ لا، سيظل مترابطاً، ولكن التقصير من سمة البشر، يحصل التقصير. لكن بحسب هذا الحديث النبوي الشريف أن يدلنا على أهمية رعاية هذه المسؤوليات. طيب، يعني كل واحد عنده مسؤولية من هذه، نعم، لكن هذا لا يمنع أن يكون عند بعض الناس أكثر من مسؤولية. إمام المسلمين عنده مسؤولية بحكم ولايته أمر المسلمين، وعنده مسؤولية بحكم كونه زوجا، زوج، رجل له بيت وله أسرة هو مسؤول عنها، كذلك الرجل هذا مسؤول عن نفسه، مسؤول عن زوجه، مسؤول عن خدمه، خدمه هؤلاء الذين عنده لا بد أن يرعاهم، لا بد أن يتفقد شؤونهم، لا بد أن يقوم بهم. فالمسؤوليات التي تتعلق برقاب من ذكر في هذا الحديث كثيرة، قد تكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا مفردة باعتبار أكبر ما يجب على الإنسان، لكن قد تتعلق به مسؤوليات أخرى،
قد تتعلق به مسؤوليات أخرى. وانظروا جمال التعبير النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع، لا يخلو الإنسان، حتى هذا الفقير، حتى هذا الصغير عنده مسؤولية، حتى ولو كان يرعى أغناما لسيده أو لصاحب المال، هذه المسؤولية الصغيرة، أو كان حارسا بوابا على باب عمارة، كل هذه مسؤوليات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسأل الله سبحانه وتعالى كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في حفظ الأمانات وفي رعاية المسؤوليات مسؤولية الخازن. الخازن من هو الخازن؟ المؤتمن، يعني مدير الصندوق، مسؤول المستودع مثلا أو كذا، المؤتمن على المال، هذا عنده مسؤولية أن يحافظ على هذا المال. إذا حافظ عليه وأدى ما عليه، أدى ما في عنقه، استحق الأجر وأخذ الأجر بالحلال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب الحث على أداء الأمانة والحرص على أداء المسؤولية التي وكلت إليه، ذكر أمرا عظيما جعله في مرتبة صاحب المال في بعض الأحوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام الخازن الأمين، الخازن الأمين إذا أدى ما عليه، حافظ على هذا المال وأدى ما عليه، وتأتيه أوامر أعطي فلانا كذا، تصدق بكذا، أطعم الفقراء بكذا، اصرف للموظفين كذا، أدى ما عليه، كان أحد المتصدقين، يعني له من الأجر أجر إضافي، مثل من؟ مثل صاحب المال. يعني إذا كان صاحب المال مثلا اكتسب 10 حسنات أو 100 حسنة أو 1000 حسنة، كان له هو مثله. بماذا؟ بمحافظته وبأمانته. هذا لا يتعلق بأجره الدنيوي الذي يأخذه، الأجر الذي اتفق مع صاحب العمل عليه أو مع الوظيفة، المسؤول في الوظيفة، هذا له مقابل العمل. لكن من باب الحث والترغيب على أداء الأمانة، النبي عليه الصلاة والسلام جعله إذا أدى الأمانة أحد المتصدقين، يعني كأنه تصدق بمثل ما تصدق به صاحب المال. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم يدفع إلى الأمانة وإلى رعاية المسؤولية وإلى القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى. طبعا في المقابل الذي يقابل الأمانة ما هو؟ والعياذ بالله، الخيانة والتقصير، الذي يختلس، الذي يقصر، الذي لا يقوم بحق الأمانة التي ربطت بعنقه، هذه خيانات قد تكون لها عقوبات دنيوية، وإن لم يكن لها شيء في الدنيا فسينتظرها الجزاء العظيم في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضيع صغيرة ولا كبيرة، يجد الإنسان ما قدمه من عمل عند الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما ينبغي أن ينظر الإنسان إلى صغر المسؤولية التي عنده ولا يهتم لها ويظن أن هذا الأمر من الأمور اليسيرة، لا، حتى هذه الأمور هو مسؤول عنها. وكلما كبرت المسؤولية كلما كبر السؤال عند الله سبحانه وتعالى، كلما كبر السؤال عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما تحملنا من المسؤوليات، وأعظم هذه المسؤوليات التي سيسأل عنها الجميع ما هو؟ ما هي؟ مسؤولية الدين.
مسؤولية القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم المسؤوليات، يستوي فيها كل أحد، كل واحد له نصيب منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، تهربنا منها خشية من عظمها ومن عدم القيام بحقها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني هذا غير المسؤوليات، غير مسؤولية الإمام عن الرعية، وغير مسؤولية الزوج عن الأسرة، والمرأة عن بيت الزوج، والخادم عن مال سيده. لا، هذه مسؤولية يشترك فيها الجميع، كل واحد عليه كفل منها، أمانة هل حفظ أم ضيع. هذا في الدنيا ربما تكون عليه تبعات فيها، فإن لم يكن أو كان فإن الحساب الأعظم يكون في يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء مسؤولياتنا وعلى أداء أماناتنا التي ربطت بأعناقنا، حملها الإنسان، هذا جنس الإنسان تحمل هذه الأمانة. نعم. باب ما جاء في طلب الإمارة. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم. بعد هذا الحديث العظيم الذي سمعناه آنفا في المسؤولية وعظمها، وأنه لا بد لكل واحد أن يسأل عن هذه الأمانة التي تقلدها، كيف للإنسان أن يغامر وأن يسعى وأن يدخل في الإمارة قصداً المسؤولية؟ الإمارة كما أنها تنصرف إلى ولاية أمر المسلمين، أيضاً هي تكون فيما هو أقل من ذلك، في كل مسؤولية، كل إدارة تحتها أناس، يعني من تولى على قوم حتى ولو كانوا عدداً يسيراً هذا هو مسؤول عنهم. يقول لا تسأل الإمارة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه لا تسأل الإمارة، لا تغامر، لا تدخل فيها هكذا برغبة وطواعية، لأن الذي يدخل فيها بهذه النية بالرغبة والحرص هذا يعني أنه معرض للتفريط فيها، معرض للتفريط فيها، لأن حرصه عليها قد يدفعه إلى التجاوز، حرصه عليها قد يؤدي به إلى التفريط فيها فيتحمل، قد تكون ثقيلة يدخل فيها وهو يظن أنها يسيرة، ثم تكون بعد ذلك كبيرة ثقيلة فلا يستطيع حملها فيأثم حينئذ. لا تسأل الإمارة، نصيحة غالية ثمينة من النبي عليه الصلاة والسلام من باب حرصه على أمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا تسأل الإمارة. قال إنك إن أعطيتها عن مسألة، يعني غامرت ودافعت وحرصت أن تكون أنت يعني المسؤول في هذا المكان أو في هذه الإدارة أو في هذه المصلحة، إن سعيت إلى ذلك وكلت إليها، يعني وكلك الله سبحانه وتعالى إلى جهدك، والإنسان جهده ضعيف، الإنسان جهده ضعيف قد يعجز إذا لم تتداركه رحمة الله، وإذا لم تحطه عناية الله يضل ويهلك. من هو هذا الإنسان؟ ما هي قدراته بدون أن يكون له عون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده،
إنك إن أعطيتها عن مسألة، هذا تعليل. لماذا قال له لا تسأل الإمارة؟ لماذا؟ مع أن هذا شيء قد تحبه نفوس كثيرة. قال إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلك الله إليها وتخلى عنك، هذا سبيل من سبل الهلاك والعياذ بالله. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، يعني إذا ابتليت بها، جاء اختيارك لهذا المكان ابتليت بها ما سعيت إليها، لكن جاءتك هذه من غير طلب، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنك لم تدخل رغبة منك وتريد أن تفر منها وتريد أن تسلم من تبعاتها، فالله سبحانه وتعالى يعينك عليها. وهذا مبدأ عظيم أخذ منه العلماء في الفقه قاعدة فقهية عظيمة جليلة، قالوا طالب الولاية لا يولى. يعني لو جاء عند القاضي مثلا إنسان وقال أنا أريد أن تحكم لي، أو تقدم لإدارة أو تقدم للدولة وقال أنا أريد أن أتولى المكان الفلاني أو الإدارة الفلانية أو المحافظة الفلانية، هذا شرعا لا يولى. لماذا؟ لأن طلبه وإقدامه وحرصه هذا دليل على رغبته الشخصية، وعلى أن الشيء الأهم عنده أن يصل إلى هذا المكان، وهذه مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجاء المصنف بهذا الحديث بعد حديث الولاية وأنواع الولاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليبين أن الدخول في غمار هذه المسؤوليات من غير حاجة، مغامرة الإنسان وطلبه واستشرافه للحصول على هذه، هذا مهلكة مهلكة، لأن الله سبحانه وتعالى سيكله إلى جهده، لكنه إذا ابتلي بذلك فإنه سيعان من الله سبحانه وتعالى. وليس من هذا سعي الإنسان لأن يتزوج ولأن يكون أسرة، لأن هذا شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو من الأمور المطلوبة، ومما حببه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ودعاهم وندبهم إليه، والزواج من سنة المرسلين، من سنة المرسلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فالإنسان عندما يدخل في هذا لا يعني أنه يحرص فقط أن تكون له أسرة ويكون هو الآمر الناهي فيها، لا، المهم أن يكون له أسرة، تكون له امرأة يأنس بها وتأنس به ويستعين بها وتستعين به ويتعاونان في مشوار الحياة، وتكون لهما ذرية يعملان على تربيتها وإصلاحها، لتبقى هذه الذرية بعد ذلك سندا لهما، لأنهما الذرية من عمل الإنسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تقدم معنا قبل مدة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الإنسان ابتغى هذه المعاني الكريمة كلها كان على خير، فسعي الإنسان للزواج ليس كسعيه لولاية من الولايات وإدارة من الإدارات، وخاصة إذا كان فيها مسائل مسؤوليات مالية، لأن هذه الإنسان ربما تزل به قدمه، قد يتهاون في بعض الأشياء فيتحمل من الآثام أشياء كثيرة قد لا يتنبه لها كثير من الناس في هذه الدنيا، ولكنهم سيسألون عنها عند الله يوم القيامة. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك. فقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. نعم، هذا أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه، تعرفون مكانته ومنزلته في هذا الدين. جاء مع بعض قومه، أناس من قومه قالوا: هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هو وهذان الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، قام أحدهما، أحد هذين الرجلين، فتشهد. ما معنى فتشهد؟ يعني أنه ابتدأ كلاماً، ابتدأ خطبة بالشهادة. وهذا من باب كما يسميه علماء البلاغة، من باب التعبير بالجزء عن الكل. الشهادة عادة جزء من الخطبة، جزء من الخطبة، لكن المقصود ليس مجرد الشهادة بل الخطبة. تشهد يعني خطب، قام فخطب، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا رسول الله، جئنا إليك لنعمل في ما تكلفنا به. يطلب العمل. ثم قام صاحبه الآخر فذكر مثل ما ذكر صاحبه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يطلب أن يكلفهما الرسول عليه الصلاة والسلام بعمل من الأعمال، من أمور الدولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا عظيما، قال: إن أخونا من طلبه. يعني أخوان صيغة تفضيل، يعني أكثر خيانة وأشد خيانة من جاء يطلب عملا معينا، مسؤولية، فلم يعين النبي عليه السلام يعطيه ما عملا حتى مات. أبو موسى رضي الله تعالى عنه أحس بالحرج أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال خلقه رضي الله تعالى عنه، أحس بالحرج أمام النبي عليه الصلاة والسلام، خشية من أن يظن به النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء شافعا مع هؤلاء يطلب لهما عملا، ولكنه في الواقع ما كان يدري لماذا جاء. فاعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم لماذا جاء، وإنما جاء معهما باعتبار أنه من قومهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم، لم يولهما عملا حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، ما تولي عملا، لأن هذه إظهار الرغبة والاستشراف دليل على تطلع لدى الإنسان قد يقوده إلى التفريط، قد يقوده إلى الإهمال، قد يقوده إلى التجاوز، في أن يأخذ ما لا يستحق، في أن يفرط، في أن يضيع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب الحرص على هذه المسؤوليات وألا تولى إلا لمن هو أهل لها، النبي عليه الصلاة والسلام لم يولهما. فهناك الحديث الذي تقدم قبل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هذا الحديث أيضا في هذا المعنى، في هذا المعنى، لأن هذين قد سألا النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهما الإمارة. وهذا من واجبات ولي الأمر، إذا رأى في أحد تطلعا وحرصا واستشرافا لمسؤولية معينة، عليه أن يحرص على التنبه على مثل
لمثل هذا، لأن الإنسان الذي يتطلع ويستشرف هذا يخشى عليه ويخشى على العمل الذي يتولى عليه من أن يحصل فيه التفريط وأن يحصل فيه التجاوز. باب في الضرير يولى. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. عبد الله ابن أم مكتوم هذا من المسلمين الأوائل ممن أسلم في مكة وممن هاجر إلى المدينة، وله قصة عظيمة ربما يعرفها أكثركم، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وعاتب رسوله عليه الصلاة والسلام في شأن ابن أم مكتوم هذا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا ابن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن يسأله عن بعض أمور دينه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بدعوة كبراء القوم من قريش، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مؤقت يدعو أولئك طمعا في أن يدخلوا في دين الله. وابن أم مكتوم قريب يعني يمكن بعد ذلك بعد أن ينتهي من هؤلاء يعني يخاطبه يسأل عن شأنه يقضي له حاجته، لكن الله سبحانه وتعالى عاتبه في شأنه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا هو ابن مكتوم كان أعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هؤلاء الكبراء هؤلاء الملأ المتأبون عن قبول شرع الله سبحانه وتعالى ما عليك منهم، بلغتهم الدعوة إن قبلوا قبلوا وإما قبلوا مسؤوليتهم على أنفسهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني أمر من باب التقدم لشرح هذا الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه ابن أم مكتوم هش له النبي عليه الصلاة والسلام وقال مرحبا بمن عاتبني ربي فيه، مرحبا بمن عاتبني ربي فيه. وهذا من أدل الأدلة أيها الإخوة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن مرسلا من عند الله أنه يقرأ على الناس هذا العتاب العظيم الذي عاتبه الله به؟ لا، الإنسان الكبير وصاحب المنزلة ما يريد أن تخدش مكانته بأن يعاتبه غيره حتى ولو كان أكبر منه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا لأمة. ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا، حتى هذا العتاب، هذا العتاب الذي عاتبه الله به ذكره للأمة لأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ابن أم مكتوم ما كان يستطيع الجهاد، أعمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ولاه، ولا ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم هذا له فضائل عظيمة، كان يؤذن، هذا ابن أم مكتوم كان مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام مع بلال، لكن ابن أم مكتوم أعطاه الله، أخذ منه البصر وأعطاه نور البصيرة. كان ابن أم مكتوم يؤذن على الوقت تماما مع أنه لا يبصر، ولذلك النبي عليه السلام يقول لأصحابه لا يغرنكم بلال، بلال يؤذن بليل يعني قبل الفجر، لا تمتنعوا عن الأكل وعن السحور إذا سمعتم أذان بلال. بلال يؤذن في مرحلة مبكرة، لكن انت يعني حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذا أذن ابن أم مكتوم هذا دليل على أن وقت الفجر قد دخل.
كان النبي عليه السلام ينيبه في المدينة، ينيب ابن أم مكتوم يوليه على الصلاة، يوليه على الصلاة بالمسلمين في المدينة. هو ذكر هنا الراوي مرتين، لكن ذكر أنه ولى مرات عديدة تزيد على 10 أو على 12 مرة النبي عليه السلام ولاه في أسفاره في غزواته يولي ابن أم مكتوم، وهذا دليل على مكانته وأمانته واستحقاقه لأداء هذه المسؤولية. الشاهد من هذا ما هو؟ أنه لا يشترط في كل الأمانات في كل الولايات أن يكون الوالي مبصرا، في بعضها إذا لم تكن هناك يعني الصلاة ما يحتاج فيها أن يكون مبصر، الاعتبار في الصلاة بماذا؟ بالقراءة، بمعرفة أحكام الصلاة، هذه هي المعتبرة. فلذلك النبي عليه السلام ولاه، هذا نوع ولاية، هذا نوع ولاية لا يشترط فيها الإبصار، فولى النبي عليه الصلاة والسلام ابن أم مكتوم. هذا دليل على أن كل ولاية ينظر فيها أو ينظر إليها بما يصلح لها، يعني لو ولينا أو أردنا أن نولي قائدا للجيش حتى ولو كان بعض الناس يسمع ويبصر وعضلاته مفتولة وجسمه قوي لكن ليس عنده خبرة ولا بصر ولم يتولى هذا الأمر ولا يعرف من أسرار الحرب شيئا، هذا لا يصلح للولاية. كل ولاية لها شروطها ولها مواصفاتها. نعم. باب في اتخاذ الوزير. قال حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. نعم، هذا الحديث يعبر عما يعرف بالبطانة كما جاء في حديث النبي عليه السلام الآخر. البطانة لماذا سميت البطانة؟ لأنها أمر داخلي، أمر داخلي لا يتصل به ولا يعرف حقيقته إلا من كان له مسؤولية ظاهرة. هذه البطانة هذه أعظم أنواع الإعانة، سمها بطانة، سمه وزير، سمه مشير، سمه ما شئت، المهم أنه يكون معيناً ومساعداً لصاحب الولاية، يبصره، يذكره، ينصح له، لأن ما بينهما من العلاقة ومن رفع الكلفة يجعله ينصحه، يذكره، يبين له في كل حال، بينما ربما الناس الآخرون خارج ولاية خارج المكان هذا قد لا يستطيعون ذلك أو لا يجدون الفرصة في كل الأحوال لينصحوا ليقدموا. فمن أراد الله به خيرا من هؤلاء الولاة في أي ولاية كبيرة كانت أو صغيرة جعل له وزيرا، وزير نائب يعني مستشار، بطانة ينصحه ويذكره، يعينه إذا ذكر ويذكره إذا نسي، يذكره إذا نسي، الذي تخرج منه الأوامر والتعليمات. من هو؟ هو المسؤول، لكن هذا هو في الداخل يعينه على ذلك. فإذا أراد الله بعبد خيرا جعل له وزيرا، وزير صدق، وزير صدق، هذا الوصف لا بد منه، لأن هذا دليل على إرادة الله الخير به أن يكون وزير صدق. إذا كان وزير صدق فإنه يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر،
يناصحه يعني برأيه بمشورته. وإذا أراد الله بعبد سوءا جعل له وزير سوء والعياذ بالله لا يناصحه، وإذا نسي لا يذكره، وإذا ذكر لا يعينه، بل قد يدله على ما لا تحمد عقباه. هذه هي البطانة السيئة، هذه هي البطانة السيئة. النبي عليه السلام يقول ما من عبد إلا وله بطانتان، بطانة تدله على الخير وتعينه عليه، وبطانة تدله على الشر وتعينه عليه. بطانة هذه كذا وهذه كذا. فطوبى النبي عليه السلام، طوبى، طوبى ما هي طوبى؟ ما هي طوبى؟ الجنة. طوبى لمن كانت له بطانة خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يقيم بين المسلمين التناصح والتواصي بالخير والتعاون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه المسؤوليات أيها الإخوة، وإن فرحت بها نفوس كثيرين من الناس في هذه الدنيا، إلا أنها تبعة ثقيلة. وإذا كنت تحب أحدا أو تشفق عليه أو تحرص على أمره ورأيته قد تقلد مسؤولية، فلا أقل من أن تدعو له. إذا لم تستطع أن تعينه بشيء فلا أقل من أن تعينه، تدعو له بأن يعينه الله سبحانه وتعالى في على تحمل هذه المسؤولية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان الرجيم.